la maison. Hé, yalla, on va à la maison. Où est la maison? Où est la maison? Bravo. Tu veux que le radier la salle? Déjà, oui, jusqu'à. Vas-y, yalla, plus vite. اللي ترينا وجا شوف الطبق شحال مطوي فيه. سيليا سيليا برافو برافو. البنات بالنسبه للوصفه ديال اليوم وصفه اللي هي هائله الصراحه، انا غنشاركها معكم غير حيت بزاف ديال لي كومونتير بزاف ديال البنات طلبوني عليها فقط. اما هاد الوصفه هذه سريه عندكم البنات تنضحك معكم، وصفه اللي هي الصراحه واعره 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 وغتشكروني عليها. بالنسبه لتطويل الشعر كثافه الشعر والبيبي هير، كتشوفوا هاد لي بيبي هير هادو اللي بداو تينوضوا. المهم بالنسبه للبيبي هير كتنوض الخلفه البنات، كتقوي الشعر كطولو. انا شوفوا حالتي ها دايره التريكو ديال المهمه الصعبه زعما. المهم دابا قرب وقت الفطور، انا ساليت فطوري قديت كلشي وجيت دغيا دغيا باش نصور معكم هاد الوصفه حيت باغا ندوش ولبس زعما شي حاجه هكايا على الفطور تكون نقيقيه. قلت علاش لي ما نصورهاش معكم وبزاف كيطلبوها مني بزاف 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 زوينه واعره. انا خديت اوراق السدر وطحنتهم بحال هكا كيف ما كتشوفوا هنا اوراق السدر اللي هما هادو. وغنحتاج بيضه، غنحتاج زيت من اي زيت كتستعملوه. انا هنايا خلطت بزاف ديال الزيوت ودرت معاهم زيت الكوك. تقدروا ديروا زيت الكوك بوحدو، تقدروا ديروا زيت شونسون بوحديتو، تقدروا ديروا زيت البلديه بوحديتو. واذا ما عندكش زيت الكوك في الدار اولا زيت شونسون راه كتسمي انت ماشي انت. هاد جوج مهمين بزاف يكونوا عندك. وعندي نتوما غتقدروا ديروا بودور الكتان، يعني زريعه الكتان، كديروا معاها كاس ديال الماء وكتخليوها تطلق داك لوجيل ديالها وكتصفيوها بليبه. هذاك لوجيل هو اللي غتخدموا به. انا ما عنديش زريعه الكتان، غنخدم بهذا لوجيل هذا ديال الحلزون حتى هو زوين بزاف لا بالنسبه للبشره لا بالنسبه للشعر، هو اللي غنخدم به عندي موجود ديجا. وصافي هادو هما المكونات: بيضه، ورق السدر، جيل بودور الكتان او جيل الحلزون، زيت فقط. هذه هي الوصفه ديالنا. غنخلط المكونات كامله انا بالنسبه ليا البنات درت هنا زيت الحيه، درت زيت الثوم، زيت الافوكادو، فيتامين او، فيتامين سي، ودرت شنو اخر ودرت زيت جونس. ديروا اي زيت كيجيكم مع شعركم، اي زيت كيف ما بغيكم كيجيكم مع شعركم تقدروا تستعملوه. هنايا غندير لوجيل كيف ما قلت لكم، خاصه يكون فيها الوصفه جيل ديال بودر الكتان وانا ما عنديش موجود، نقضي بهذا اللي عندي موجود. مشيت للكوزينه لقيت هنايا واحد لقيت واحد الكره ديال هاد المعلقه ديال سيليا غنخلط بها الخليط مزيان بحال هكا. الخلطه ديالي جات بحال هكا، كيجي القوام ديالها بحال هكا. بالنسبه للبنات اللي عندهم شعرهم ناشف اولا كيشرب اولا قوي بحالي تقدروا تضعفوا الكميه. وبالنسبه لهاد الخلطه البنات راه ما كدارش الفروه ديال الراس، كدار غير بالنسبه للصغبه باش كتغطيها وباش كتعطيها واحد كيفاش نقول لكم، كطول الشعر كتغطي الشعر كتكثف الشعر، يعني كتعطي واحد الكثافه. نوشط شعكاكتي وندير هاد الوصفه هادي ونعاودو نتلاقاو البنات. انا بالنسبه لا بالطوله ديال الشعر ولا بالكثافه ديال الشعر، شعري ما شاء الله تبارك الرحمن
كانت على في بالوصفات ديال الحبسه، بالوصفات ديال التطويل والوصفات ديال التكتيف ديال الشعر. اما بالنسبه ل انا عندي مشكل واحد في شعري، هو انه شعري كيغلي وانا ما تيعجبنيش كيغلي، وشعري ناشف، هذا هو المشكل اللي عندي في شعري فقط. المهم نحاول نطبق الوصفه، هذا شعري بحال هكا، وغتلاحظوا الفرق من اول استعمال. وحاولوا انكم ديروها جوج المرات في السيمانه. انا حاليا تعودت انني ما يمكنش ليا ندخل ندوش وشعري هكاك ناشف، ضروري كندير ليه شي وصفه، اولا كندهنوا بشي زيت من الزيوت، اولا كنديروا حمام زيت، يعني كندير له حمام زيت، كندير بزاف ديال الزيوت، كنشقق بهم شعري. كيف ما قلت لكم انا ما عنديش مشكل مع الطوله اولا مع الكثافه ديال الشعر، حيت كنتهلا في شعري ديجا. انا كنعطيه الوصفات وداكشي اللي خاصو بالنسبه للكثافه والطوله ديال الشعر. ان شاء الله شوفوا بقوه ما شعري كثير، ملي تندهن تلقى الداخل ما مدهونش. الوغ انا غنزيد على الوصفه، غندوبل الكميه باش نقطو. شعري بالنسبه لهذا الماسك البنات واعر واعر، جربوه ودوموه المده ديال جوج د المرات، كنديرو جوج المرات مثلا في السيمانه. انا بالنسبه ليا حيت كندير وصفات بزاف، كندير هذه وكنعاود ندير وحده اخرى في وسط السيمانه، شوفوا زعما راه غسلت. المهم انا دابا نخليه تقريبا ديك 45 دقيقه وغندخل ندوش ونبدل حوايجي قبل اختي ما يجي راجلي ويلقاني في هذه الحاله هذه. كنبقى بوحدي في الدار النهار، اذا ما كانت عندي لا قرايه لا والو، كنبقى هكايا وصفات وصفات وصفات. هادشي هو السر البنات، اذا بغيتي تباني بالله راه اختي، بغيتي اختي شحال من حاجه تهلاي فراسك شويه، كلشي توسخ.
دورو براسكم شويه البنات. بالنسبه لي عندي واحد العشبه جديده، ماشي جديده بالنسبه لي ولكن جديده بانني نوريها لكم في الفيديو. العشبه هذه ديال الكركديه اللي غنصايبوا بها ان شاء الله، كتجي بحال هكا ان شاء الله. الفيديو اللي مور هذا يقدر يكون الفيديو اللي مور هذا، غتشوفوا معايا وصفات بهذه العشبه هذه بالنسبه للوجه، كيفاش كتصفي البشره وكيفاش كتخلي وجهها كيبان زاج، يعني يبان شفاف، وكتحيد لي بوان نوار، وكتحيد هذوك البلايص ديال الحبوب. انتم لدرجه انني دابا انا وجهي اذا تحطت عليه غير شي حاجه هكايا كتبان، يعني حاجه بسيطه 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 بزاف كتبان. نعطيكم مثال بحال هكا مثلا، انتم شوفوا يعني راه الشوائب ما كاينينش. انتم كنتهلا في راسي الصراحه، ولكن ماشي ديما هذا هو المشكل اللي فيا، في واحد شويه ديال العجز مي كنحاول نحيدو معكم في هذا رمضان. هذا نتهلا في راسنا شويه باش في العيد ان شاء الله. انا كيف ما قلت لكم تعمدت ان شعري ما نديرش ليه البروشينغ، ما نصايبوش نهائيا، ما نوصلش ليه السيشوار، ما نقيسو بحتى شي حاجه، لا بلاك لا سيشوار لا بابيليز لا حتى شي حاجه. كنحاول انني غير نشف من بعيد هكايا مورا الدوش، وكندهنو بواحد شويه ديال زيت الكوك وصافي. اولا هذاك السيروم ديال الكولاجين كيراتين، صافي هذاك هو باش كندهن اولا بزيت الكوك، وكنخلي شعري كنمشطو. كنحاول نجمعو ديما شعركم البنات اللي بغات تطويل الشعر، ما تبقاش دير ليا ديما كعكة شنو كتسفنجة، ما تبقاش ديرو ديما السفنجة اللور، ما تبقاش ديما تخلي شعرك مشي هكاك، حاولو تمشطوه كل ليلة وجمعو شعركم هنا السفنجة هنايا القدام باش ما كيخواوش، هنا هاد الفراغات هادو ما كيزيدوش يخواو، ما كيزيدش الشعر يطلع وكتبقى لك السنطيحه، ما كتزيدش تخوى هاد البلاصه هادي. ديما شعرنا البنات كنجمعوه بحال هكا، وهاد الطريقه ديال المشيط قسما بالله البنات كتساهم حتى في الطول ديال الشعر، وكتساهم في الكثافه ديال الشعر، وكيف ما قلت لكم ما كتخليش هاد البلاصه هادي تولي فراغات وتخوى اكثر من القياس. هذا ما كان البنات بالنسبه لهاد الماسك هذا، كيف ما قلت لكم راه شرحت لكم لاش كيصلح، كيملا الفراغات، كيزيد في الكثافه ديال الشعر، كيزيد في التطويل ديال الشعر. لكن اي حاجه البنات كتبغي المداومه. نخليكم دابا حتى نخليكم دابا تهلاو لي فراسكم، انا من بعد غادي نمشي نغسل شعري واحد 45 دقيقه كيف ما قلت لكم، غنكمل غير الطويبله باقي لي فيها شي حويجات وغنمشي نغسل شعري. هذا ما كان بالنسبه للفيديو ديال اليوم، تهلاو لي فراسكم ونتلاقاو ان شاء الله في الفيديو الجاي. بوسه كبيره لكم، باي. وبالنسبه للبنات قبل ما ننسى، في كل فيديو غنولي نطلع لكم كومونتير، الوغ اي وحده حطت لي كومونتير فيه كيستيون على شي حاجه غنطلع الكومونتير ديالها وغنجاوبها في لا فيديو. بوسه كبيره لكم، باي. واذا كنتو جداد على القناه ما تنساوش انكم تضغطوا على زر سبسكرايب وتفعلوا زر الجرس وديروا الكل باش يوصلكم كل جديد بالنسبه للقناه. باي.